لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. شل المنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم في بلوغ كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي تدور في المغرب، وغادر المنتخب سباق التصفيات من الدور قبل الأخير رغم فوزه اليوم أمام الكونغو بهدفين لهدف، وكان سجل هدفي المنتخب حمدي العبيدي وآدم قرب، في حين سجل منتخب الكونغو في دقيقة 85 اثر خطأ فادح من الحارس الياس الدمرجي. ذكر أن منتخب الكونغو فاز في برازافيل بهدف دون رد. في الرابطة المحترفة الأولى، دارت اليوم مباريات الدفعة الثانية لمباريات الجولة الرابعة في ميليل. نتائج المجموعة الثانية، مستقبل رجيش تعادل مع نجم المتلوي 0-0، واتحاد بن قردان فاز على الأولمبي البيجي 1-0. في الرابطة المحترفة الثانية، دارت اليوم واجهت الدفعة الثانية من الجولة الثانية في ميالي. نتائج مقابلات المجموعة الثانية، سبورتينغ بن عروس يفوز على ترجي جرجيس 2-1، سبورتينغ المكنين ينهزم أمام هلال مساكن 1-0. نفس النتيجة، الملعب الصفاقسي ينهزم أمام قاف القفصة 1-0، وجمعية جربة يتعادل مع الملعب جابسي 1-1. للتذكير أن مقابلات الدفعة الأولى للجولة الثانية يلعبوا يوم أمس. المجموعة الأولى، نجم الراس ينهزم أمام نادي القربي 1-0، جندوبة الرياضية يفوز على مستقبل مارسا 1-0، شبيبة القيروان يفوز على نادي البمبلي 2-1، مستقبل جابس يتعادل مع ملجربة 1-1، وفي المجموعة الثانية حمام لنف يفوز على شبيبة العمران 1-0، ومكار المهدية ينهزم أمام القلعة الرياضية 2-0. في الرياضة العالمية، تلعب اليوم مجموعة من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية. أسفرت نتائج على النحو التالي: في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول ينهزم أمام ليدز يونايتد 2-1، أرسنال يضرب بقوة يفوز على نوتينغهام 5-0، ومانشستر يونايتد يفوز على ويست هام 1-0. في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، فرنسا ينهزم أمام برشلونة 1-0، وساسونا يفوز على بلد الوليد 2-0، ريال مدريد يتعادل مع فيرونا 1-1، أتلتيكو بلباو يفوز على فياريال 1-0، وحاليا ريال سوسيداد متعادل مع ريال بيتيس 0-0. في الكالشيو الإيطالي الدرجة الأولى، انتر ميلان يفوز على سامدوريا 3-0، امبولي ينهزم أمام أتلانتا 2-0، كريمونيزي يتعادل مع أودينيزي 0-0، سبيزا ينهزم أمام فيرونتينا 2-1، لاتزيو ينهزم أمام ساليرنيتانا 3-1، وحاليا المقابلة متواصلة، تورينو متقدم على الميلان 2-0. في الدوري الألماني درجة الأولى، برلين يفوز على بروسيا مونشنغلادباخ 2-1، شالك 0-4 ينهزم أمام فرايبورغ 2-0، وكولون يتعادل مع هوفنهاين 1-1. نختم بالدوري الفرنسي، ستراسبورغ يتعادل مع مارسيليا 2-2، أوكسير يفوز على جاكسي 1-0، ستاد بريس يتعادل مع ستاد ريميس 0-0، رين يفوز على مونبلييه 3-0، نانت يتعادل مع كليرمون فوت 1-1، وموناكو يفوز على أنجي 2-0. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية: القيام بالتمارين الرياضية ترفع من نبضات القلب، مما يؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.